النوع الأول اللي هي single row functions وأنواعها بعض أنواعها. هسه راح ناخذ المالتيبل رو فانكشنز. طبعا الفرق بينها وبين السنجل رو بطريقة العمل. احنا من اخذنا السنجل رو فانكشنز شلون كانت تشتغل ديش الدوال؟ مثلا خلينا ناخذ مثلا دالة اللور. من كتبنا بجملة السلكت كتبنا سلكت بعدين كتبنا لور مثلا الاي نيم. طريقة عمل هاي الدالة اللي هي من نوع string functions اللي هي من نوع single row functions شلون اشتغلت؟ كانت تجي على حقل الـ e-name تاخذ اول اسم وتحوله الى small letter. هذا سميث شنو تسوي؟ تسوي small smith. بعدين تجي على الثاني وتحوله شنو تسوي؟ الن على شكل small letter. تجي على الثالث والرابع وهكذا. فطريقة عمل هاي single row functions تشتغل على سطر سطر وتنطي الناتج مباشرة وينعرض الناتج بعدين على يعني كحقل كامل. فهاي طريقة عملها. بينما المالتيبل رو functions هي هم تشتغل على الحقل كامل او مجموعة من الاسطر، بينما شنو تنطيني نتيجة واحدة، مو الكل حقل تنطي او الكل سطر تنطي نتيجة. يعني مثلا دالة السام اذا انطيت سام للسالري يعني ما تجي على هذا وتعطيني نتيجة وهذا، لا راح وانما تجمع الكل كلهم تجمعهم وتنطيني الناتج على شكل رقم مثلا 2000 وفد رقم واحد يمثل حاصل مجموع ذولا كلهم. فطريقة عمل المالتيبل رو فانكشنز انه تشتغل على اما حقل كامل او على جروبس على مجموعة من الاسطر وتنطيني نتيجة من مجموعة، بينما السنجل رو تنطيني من صف واحد تنطيني نتيجة من حقل صف واحد تنطيني نتيجة. فالفرق هو في طريقة العمل. زين طبعا ذني هم يسموها تسميات ثانية المالتيبل رو فانكشنز، قسم يسموها الجروب فانكشن مجرد تسمية هي نفسها، قسم يسموها الجروب فانكشنز باعتبار هي تشتغل على جروب معين من الاسطر، قسم يسموها الاجريجيت اجريجيت فانكشنز والاجريجيت معناتها اجمالي، يعني تنطيني مثلا اجمالي مثلا معدل الرواتب او مجموعهم او عددهم فتسوي لي اجمالي على مجموعه من الاسطر. ويسموها هم السمري سمري فانكشنز. من راح نوصل ان شاء الله بالفورمز بلدر بالريبورتس بلدر هناك يسموها السمري فانكشنز، هي نفسها هذه المالتيبل رو فانكشنز، فمجرد تعدد تسميه لا اكثر ولا اقل. اشهر هذه الدوال هي داله الافريج اي في جي، هنا بين قوسين انطي اسم الحقل، وعندنا دالة السم تحسب المجموع، وعندنا دالة الكاونت هاي ترجع لي عدد، وعندنا دالة الماكس ترجع اكبر قيمة، ودالة المن ترجع اصغر قيمة، وعندنا بعد مجموعة من الدوال الخاصة بالإحصاء مثلا الـ STDDEV اللي هي Standard Deviation أو الانحراف المعياري، ودالة الـ Variance اللي هي التباين بين القيم إلى آخره. فمجموعة من الـ Group Functions ذني أشهر الأنواع. الـ Average من اسمها مترجع لي معدل، يعني شنو؟ يعني اذا قلت لها average اذا نطيت لهاي الدالة average سال حقل السالري راح تسوي راح تجمع كل السالاريز تجمع الرواتب كلها وتقسمها على عدد الموظفين اللي هم ذولا 14 واحد، فراح تاخذ مجموع الرواتب وتقسم على 14 تنطيني الناتج. السام تاخذ بس المجموع يعني تجمع الرواتب. الكاونت مثلا اذا انطيتها غير حقل مثلا الجوب
count the job فراح تحسب 1 2 3 الى 14 ترجع لي 14. الماكس ترجع لي اكبر قيمه والمن اصغر قيمه وذني دوال خاصه بالاحصاء. فملاحظه طبعا كل ذني الدوال يشتغلان على ارقام ما عدا هاي الدالتين. هاي الدالتين الماكس والمن تشتغل على الارقام وتشتغل على السترينجز او الحروف وتشتغل على التواريخ، فتشتغل على كل الداتا تايبس دوال المن والماكس، بينما بقية الدوال تشتغل على الارقام. هسه خلينا نجرب، خلينا نشوف شلون يشتغلن هاي الدوال عمليا. مثلا احنا راح نشتغل على الجدول employee الخاص باليوزر سكوت، select average salary from EMP. فهي الدالة ايش راح تسوي؟ راح تجمع كل السالاريز وتقسمها على 14 تنطيني هذا الناتج اللي هو المعدل مال الرواتب. مثلا السام تاخذ مجموع الرواتب، مثلا الكاونت عدد الموظفين اللي يستلمون راتب 14 واحد. فاذا اخذنا مثلا السام السالري وقسمناه على الكاونت راح تطلع نفس النتيجة مال افريج، مجموعهم تقسيم عددهم. مثلا عندنا دالة الماكس، مثلا هاي ترجع لي اعلى راتب مثلا 5000، والمن ترجع لي اقل راتب، وذني الدوال الخاصة بالاحصاء ترجع قيم خاصة بالعمليات الاحصائية والفاريانس. هنا عندنا خلينا نجرب المن والماكس على حقول مو ارقام. مثلا اذا اخذ المن على حقل الاي نيم، الاي نيم هو اسم الموظف، هو من نوع فارشار 2 سترينج، فنشوف المن شلون راح ترجع لي. المفروض ترجع لي الاسم اللي بيه الحرف اللي اقل اسكي، اللي هو الاي اقل اسكي من الزت، فراح تاخذ المن الاسم اللي يبدي بالاي، واذا عندي اكثر من اسم يبدي باي راح تمشي على ثاني حرف ثالث حرف وهكذا. فاذا اصغر اسم هو ادمز، ليش؟ لانه الاي يبدي باي، فالمفروض الاكبر اسم راح يكون يبدي بالحروف الاخيره الابجديه اللي مثلا دبليو، او اذا عندي زد راح يكون هو الماكس. وتشتغل هم على الديت، مثلا حقل الهاير ديت الموجود بهذا الجدول اللي هو تاريخ التعيين اقدر اشغل عليه الماكس والمن. ف اكبر تاريخ تعيين هو هذا مثلا 23 ماي 1987، واذا من راح ترجع لي اقل تاريخ 17 12 1980. فاذا المن والماكس تشتغل على اكثر من داتا تايب، بينما بقية الدوال تشتغل بس على الارقام. خلنا ناخذ بعض الملاحظات عن هذه الدوال. مثلا خلينا نجي للافرج. اذا اخذت افرج الحقل الكوميشن، احنا نتذكر بالسنجل رو فانكشنز من ضربنا السالري بالكوميشن، سوينا عمليات حسابيه، كانت تواجهنا مشكله ويا النل، انه اذا شيء انضرب بنل فشنو راح يصير الناتج؟ الناتج نل. فخلنا نشوف المالتيبل رو فانكشنز شلون تتعامل ويا النل. مثلا اذا انا قلت له اريد الافريج للحقل الكوميشن هذا، فهنا بدال السالاري سويت له سيلكت افريج الكوميشن من حقل هذا الكوميشن فروم الاي ام بي تيبل، خلينا نشوف شلون راح ترجع. واحنا نعرف الكوميشن شنو بي نول، بس داني بيها قيم.
فسلكت ال AVG من ال Commission from EMP execute. شنو رجعت لي؟ رجعت لي 550، فمعناتها النول فاليو ما اثرت بشغل الافرج، كانه تجاهلت النول او اعتبرتها صفر. فانه شنو سوت؟ اذا نجي نحسب، كانه قالت 300 زائد 500 زائد 1400 2200 تقسيم 3 733، وهاي مو النتيجة اللي طلعت لنا. فإذا هي سوت بالحقيقة، هذا الصفر اعتبرته رقم فقسمت على 4 مو على 3، والنول تتجاهلها الافرج، لأن احنا نعرف الافرج هي تجمع هذا مفروض ويا هذا ويا هذا، فإذا جمعت هذا اللي هو نول ويا هذا صار نول، ونول ويا هذا نول، فالمفروض الناتج نول. بس الافرج شلون اشتغلت؟ انه اجت على هذا جاهلته، ما دام نول ما راح تخليه ضمن العملية الحسابية مالته، فاجت جمعت 300 جمعتها ويا 500 بعدين تجاهلت هذا النول، جمعتها ويا 1400 بعدين ذن تجاهلتهن، هذا صفر مو نول فتجمع، فتجمع الصفر والناتج تقسمه على شقد؟ مجموع اللي مو نول اللي هم 4، طلعت لي 550. فاذا تقسم على القيم اللي هي مو نول اللي هن 4 مو 3، فهنا الناتج طلع لنا 550. فاذا الافرج اللي اريد اقوله انه دالة الافرج بعد ما نحتاج نستخدم وياها ال NVL هي اوتوماتيكيا تتجاهل قيم النول. زين، اكو ملاحظة مثلا، نقدر نستخدم دوال السنجل رو ويا المالتيبل رو فانكشنز. يعني مثلا اذا ويا جملة السلكت قلت لها سلكت الافرج، قلت لها سلكت الافرج مثلا الحقل السلري، حقل السلري، وهذا شفناه انه جاب لنا معدل الرواتب. اذا اردت السلري هذا رقم واحد يطلع لي فد رقم كبير، اريد اسوي له فورماتنج، اريد اسوي مثلا احط له بي دولار ساين، اريد احط له فورمات، مثلا اريد احط هاي الفورمات، مثلا اريد رقمين هنا بعدين فارزة بعدين ثلاث ارقام. وهنا تعلمنا شلون نحدد الفورمات، نحدد الفورمات بدوال التحويل اللي هي من سنجل رو فانكشنز. فاقدر استخدم دوال السنجل رو ويا دوال المالتيبل رو واسوي بيناتهم نستنج تداخل. فهنا اقدر اني اقول تو تشار، هاي ورا سيلكت تصير تو تشار بين قوسين فارزة، وهنا انطيل فورمات ماسك، مثلا اريد الناتج مال افرج يتفرق يصير الفورمات مالته على اساس دالة التوتشار هذه. فاحنا نقدر نسوي نستنج بين الدوال. خلينا نجرب سيلكت افرج السلري توتشار، افتح قوس فارزة واسد القوس مال التوتشار، وهنا أنا بين كوتيشنز اخلي مثلا دولار ساين 99.39، يعني ناتج الافرج الرقم فرمت لي اياه على اساس هذه، وحول لي اياه الى شنو؟ يحولها الى كاركتر، فصار هيجي شكله. بينما بدون التوتشار شنو كان؟ كان عبارة عن رقم عادي هيجي كان. فاذا احنا نقدر نستخدم دوال السنجل رو فانكشنز ويا المالتيبل رو فانكشنز، ونقدر نستخدم المالتيبل داخل، يعني نسوي نستنج بين المالتيبل فانكشنز نفسهم يعني.
فأكثر من طريقة نقدر حسب احتياجنا نقدر نسوي نستنج بين الدوال. مثلا ملاحظة عن الكاونت، نأخذ ملاحظة عن الكاونت. الكاونت قلنا شنو ترجع لنا؟ الكاونت ترجع لنا العدد. فإذا أسوي select count job، select count job قد راح ترجع لنا؟ راح ترجع لي 14. شلون تشتغل؟ تجي على الجوب تحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، ترجع 14. إذا ردت الرقم اللي يرجع هنا، احنا نعرف انه الجوبز هنا شنو بيها تكرار، بيانات بيها تكرار، لانه انا عندي سيلز مان مبيعات اكثر من موظف، ومانجر عندي اكثر من واحد، وكليرك عندي اكثر من واحد. فاذا ردت ذولا، اذا ردتهم بدون تكرار باستخدام الكاونت، احنا تتذكرون من اخذنا جملة او عبارة الديستينكت، من كنا نكتب select بعدين نكتب distinct، هنا أنا distinct هاي أخذناها، بعدين أنطي الحقل job from الجدول emp. هاي شنو كان نتيجة هاي الجملة؟ النتيجة مالتها ينطيني أسامي الجوبز بدون تكرار، أساميهم. بينما count الكاونت شنو تنطيني؟ تنطيني عددهم بدون تكرار اذا استخدم وياها distinct. يعني اريد اقول انه distinct اقدر استخدمها ويا multiple row functions. وين اكتبها؟ اكتبها داخل الدالة. يعني هنا أنا بدال ما اكتب هذه، هاي اذا اريد ارجع اساميهم. اذا اريد ارجع عدد بدون تكرار، فانطي دالة select count، افتح قوس، وهنا أنا داخل الكاونت اكتب الديستينكت دس، ديستينكت للجوب. فهذا راح يرجع عدد، هذا راح ترجع عدد بدون تكرار. اذا ما اكتب الديستينكت ترجعهم ويا التكرار 14. خلينا نطبقها نشوفها. كاونت ديستينكت جوب فخمسة، رجعت لي عدد. اذا بدون الكاونت راح يرجعون خمسة بس اسامي بدون تكرار، اما خمسة بدون تكرار. واذا بدون distinct راح يرجعون 14 ويا التكرار. فانه نقدر نستخدم distinct داخل دوال الرو functions، multiple row functions. هسه راح نجي على فد موضوع كلش مهم، او فد keyword مهمة جدا بال multiple row functions. احنا شفنا هسه من استخدمنا خلينا نقول ال average، ال average من اشتغلت، او السام مثلا، خلينا ناخذ السام اسهل. السام من قلنا سام للسالري شنو سوت؟ جمعت كل الرواتب ذني، كلهم جمعتهم وانطتني ناتج. خلي نفرض انه انا شنو اريد؟ هذولا طبعا موظفين كل واحد بقسم، وهذه الكود مال قسم. مثلا هذا موظف قسم 20، هذولا ب30، هذا ب20، هذا ب30، هذا ب10، فذولا كل واحد قسم. اذا اني ردت اجمع الرواتب كل قسم واحد، يعني هذا من جمع لي سام السال، جمع لي الرواتب مال كل الاقسام. فاذا انطلب من عندي انه اجمع رواتب كل قسم على حده، يعني اللي بالعشرة ذولا ينجمعون واحد، بالعشرين ينجمعون واحد، بالثلاثين ينجمعون واحد. فأنا أقدر أحل هاي المشكلة باستخدام السلكت، أقدر أستخدم سلكت سم المن للسالري
sum salary from EMP. بعدين where department ID, department أو عفوا department number يساوي خلينا نقول 10. هاي جملة ايش راح تسوي؟ راح تجمع رواتب الموظفين اللي بالديبارتمنت 10. يعني راح تجمع هذا تجمع هذا تجمع هذا الرواتب مالتهم. زين، اذا اردت 20 فهنا أنا نفس الجملة اعيدها واكتب 20. اذا اردت 30 اعيدها واكتب 30. هنا أنا قالوا اكو فد اختصار لهاي العملية، انه بدل ما نقعد نكتب select، وطبعا هذه select شنو الشرط مالته؟ انه احنا لازم نعرف انه هاي الديبارتمنت كودها 10، ونعرف الديبارتمنت كودها 20. اذا هذا الجدول ما نعرفه فما راح نقدر نكتب الوير. اذا عفوا هذا الحقل ما نعرفه ما راح نقدر نكتب الوير. فقالوا اكو فد كلمة او فد كيورد اسمها جروب باي، تشتغل ويا الاجريجيت فانكشنز ويا الجروب فانكشنز. هاي الجروب باي شو تسوي؟ انه انت اذا تريد رواتبهم كلهم تستخدم هيجي اجريجيت فانكشن وجروب، بينما اذا تريد تقسمها الى جروبات قسمها الى جروبات، مثلا جروب جماعة العشرة واحد، جماعة العشرين واحد، جماعة الثلاثين واحد، تستخدم عبارة جروب باي. فاحسن ما تقعد تكتب select statement ثلاث مرات، او يجوز تعدك فت 10 اقسام بالشركه فيكتب السلكت ستيتمنت 10 مرات كل وحده وير شكل، نقدر نستخدم جمله واحده باستخدام الجروب باي. فشلون نكتب الجروب باي؟ طبعا ويا سلكت راح نقول سلكت، انا شنو اريد احسب؟ اريد احسب مجموع رواتب سم سالري مين من جدول الامبلوي. هنا أنا وراها اقول له جروب باي منو اريد اسويهم جروبات على اساس منو؟ على اساس الديبارتمنت، فكل ديبارتمنت واحد دبت، خل اسوي هذا باللون الاصفر اسم حقل دبت ان او بارزة منقوطة. فنقدر نستخدم له هاي العبارة بدل ما اكتب ثلاثة select statement كل واحدة بها وير شكل، اقدر استخدم group by راح يقسم لي الادارات، يقسمهم كل واحدة والكود مالتها، ويجي مثلا اللي بالادارة 10 يجمع رواتبهم واحد، اللي بالادارة 20 يجمعهم واحد، بالادارة 30 يجمعهم واحد. خلينا نجرب select sum salary from EMP group by department number group by department number. فرجع لي ثلاث قيم جماعة العشرة. إذا أريد أعرف دولة منه أقدر هنا أكتب department number فارزة، أعرض department number أقدر مثلا جماعة الثلاثين هذا مجموع رواتبهم قسم ثلاثين، خلينا نقول هو الاي تي، جماعة الاي تي هاي رواتبهم مجموعها، مثلا قسم الادارية خلينا نقول هاي مجموعها، مثلا قسم المالية هاي مجموعها. فقدرت اسوي جروبات، فهاي فائدة الجروب باي، بينما بدون الجروب باي يعطيني مجموع الرواتب مال الشركة ككل. اذا اريد على اقسام او اقسمها على فت شغلات اقدر استخدم الجروب باي. طبعا هنا اكو فد ملاحظة، احنا هنا شنو استخدمنا؟ استخدمنا الديبارتمنت نمبر. هنا أنا الشغلات اللي اعرضها بالسلكت اذا اكو جروب باي لازم اي شيء استخدمه هنا أنا يكون موجود بالجروب باي. يعني اذا اريد اعرض اسم طبعا هي ما بيها معنى انه اذا اعرض اسم الموظف اي نيم ما بيها معنى، فراح يعترض ما اقدر اعرض اسم الموظف، لان يقول لي الاي نيم
not a group by expression. يعني عند اجمع يعني اقسام فاسم الموظف ما يفيدني هنا أنا. بينما department number يفيدني ليش؟ لانه هو موجود اصلا بالgroup by department. فملاحظة نخليها ببالنا انه ويل اذا اريد اعرض ويل group function اعرض فد حقل ثاني، هذا الحقل لازم يكون موجود بعبارة الجروب باي. يلا اقدر اعرضه، يلا اقدر اعرضه. فاذا هاي الجروب باي وهاي فائدتها. طبعا نقدر احنا نسوي جروب باي على اكثر من شغلة، يعني مو شرط انه هنا أنا اقدر اسوي بعد تقسيم اضافي الها. مثلا شلون؟ انا اعرف انه عندي ادارات اقسام عفوا ثلاثة، حاليا ثلاثة عندي وظائف، هذول وظائفهم. اقدر شو اسوي؟ اقدر ذول هم اقسمهم، يعني اريد مثلا هنقول 30 هم مثلا قسم الاي تي، جماعة ال 30 اريد المانجرز تجمعهم واحد، والمبيعات واحد، والكليرك واحد، وكل قسم بقسمه. يعني اقدر اقسم اول شيء على اقسام، بعدين اقسم على العنوان الوظيفي خلينا نقول، او على الوظيفة مال الموظف، فاجمع رواتب المانجرز واحد اللي بقسم 30، ورواتب مثلا السيلزمان اللي بقسم 30 واحد، بعدين اجي على قسم 20 رواتب المانجرز مالتهم واحد، فتقسيم بطن تقسيم كانه. فبهذه الحاله شلون؟ انه هنا اقدر جروب باي اضيف الشغله الثانيه اللي اريد اقسم على اساسها. فهنا نصير التقسيم الاولي راح يكون على الديبارتمنت نمبر، والتقسيم الثانوي على اساس الجوب. اقدر هيك، وهذا ما دام قسمت على اساسه اقدر اعرضه ويصل لك. يعني هنا اقدر اعرض ديبارتمنت نمبر واقدر اعرض الجوب. فخل نجربها نشوفها. فهنا أنا تقسيم على اساس ديبارتمنت نمبر على اساس الجوب. فهنا أنا صارت عندي تفاصيل اكثر. اذا اريد اعرض الجوب حتى افتهم جوب، واقدر اعرضها. ليش اقدر اعرضها؟ لان موجوده بالاوردر باي. هاي ليش اقدر اعرضها؟ لان موجوده. اذا شيء ما موجود بالاوردر باي راح يطلع لي غلط مثل ما شفنا. اكسكيوت، فانعرض الجوب والديبارتمنت وهذا السم مالتهم. فهاي شنو معناتها الجمله؟ معناتها الجمله انه الكليرك مال القسم 20 مجموع رواتبهم 1900، اهل المبيعات اللي بالقسم 30 مجموع رواتبهم هلقد. بينما خلينا نشوف المانجرز مثلا، دول المانجرز جماعة ال20 مجموع رواتبهم هلقد، بينما المانجر جماعة ال30 رواتبهم هلقد، المانجر جماعة ال10 رواتبهم هلقد. فأول شيء قسمت على الديبارتمنت، بعدين قسمت على أساس الوظيفة، كل واحد واحد. فأقدر أقسم شقد ما أريد حسب المطلوب من عندي باستخدام الجروب باي. وإذا تلاحظون إن الجروب باي دائما الجروب باي ورا الجروب باي تيجي حقول بها تكرار. يعني ما أقدر مثلا ورا الجروب باي على أساس الاسم ما يصير، ولا على اساس النمبر ما يصير، ولا على اساس السالري ما يصير. دائما تكون ورا الجروب باي حقول بها تكرار. مثلا الجوب بي تكرار، هذا اني اكو تكرار اكثر من مانجر. مثلا الديبارتمنت نمبر بها تكرار اللي هي فورين كي. فدائما الجروب باي تشتغل على حقول بها تكرار حتى تقدر تقسمها. فهذه الجروب باي. طبعا احنا نقدر هم نستخدم الوير، نستخدم الاوردر باي وياها. يعني نفسها هاي الجمله مالتنا هذه اقدر هنا اوردر باي، اوردر باي مثلا ديبارتمنت نمبر. احنا قلنا الاوردر باي دائما يكون مكانها اخر جمله السلكت، اخر عباره هي الاوردر باي. اكسكيوت، فشنو هنا نرتب ليهم على اساس هذا من 10 الى 20 الى 30. واقدر استخدم وير. فموقع الجروب باي، موقع الجروب باي دائما يجي ورا الفروم وورا الوير. يعني هنا انا اقدر
اخلي وير في الشرط، وير مثلا اي شيء، مثلا ديبارتمنت نمبر اكبر من 10 مثلا، اقدر احط شرط وير حسب السؤال او حسب المطلوب من عندي. فهنا هذا حطيت وير راح يستبعد العشرة، راح يسوي جروبينج بين العشرة بين العشرين والثلاثين بس. فأنا القصد من هذا انه الجروب باي ما يصير تجي قبل الوير، تجي ورا الوير، مثل ما رتبنا قلنا الاوردر باي تجي اخر شيء، اوردر باي. فترتيب الإعاز مهم. هنا حصير الفارزة المنقوطة. فهنا إذا ذكرت الوير فالجروب باي وراها تجي، إذا ماكو وير فالجروب باي راح تصير ورا الفروم. إذا بستخدم أوردر باي ما يصير أكتب أوردر باي قبل الجروب باي، لازم جروب باي بعدين الأوردر باي. فهذه شروط يعني كتابة السلكت. زين، عندنا فد ملاحظة أخيرة. اكو فد عبارة بالجروب باي تستخدم، وهي الجروب باي اسمها هافينج. هافينج هاي دائما الهافينج تجي ويا الجروب باي، وعادة الجروب باي تجي ويا الاجريجيت فانكشنز. الهافينج شنو؟ الهافينج مثل الوير، تنطي شرط، بس شرط على اليمن، شرط على الجروبات اللي تقسمت. هنا الوير من اخذنا الوير احنا بالجملة السلكت واخذنا بها وير، الوير كانت تشتغل على مستوى الاسطر، على كل الجدول تشتغل على الاسطر سطر سطر. اذا هذا حقق الشرط تجيبه سلكت، ما حقق الشرط تهمله. بينما الهافينج تشتغل على الجروب باي، مو هنا صارت جروب باي صارت اثنين، او اذا ويا الوير هنا حصير اثنين، 10 و20 و30. فالهافينج تشتغل على ذني الجروبات. فخلنا ناخذ مثال، مثلا خلنا نمسح هذه، نمسح هاي الوير. اذا هذا المثال نفسه مالتنا، نمسح الاوردر باي. هذا المثال مالتنا شنو يقول؟ يقول سلكت مجموع الرواتب من جدول الامبلوي، بس قسم لي اياهم على اساس الديبارتمنت نمبر. خلينا ناخذ بس الديبارتمنت نمبر حاليا، فراح يشرح. قلنا ايش راح يسوي؟ راح يسوي الديبارتمنت رقم 10 واحد، والديبارتمنت رقم 20 واحد يجمعهم، والديبارتمنت رقم 30 واحد يجمعهم. اذا نطيته عبارة هافينج، هافينج دائما تجي وراها شرط مثل الوير، وراها كونديشن. مثلا ردت الكونديشن مال انه السم السالري مالتهم اكبر، خلينا نقول من 5000. فهاي كأنه ايش راح تسوي؟ ايش راح يصير ناتج؟ مثلا هاي الجملة شنو راح يصير ناتجها؟ انه راح ياخذ مجموع الرواتب على كل ديبارتمنت، يسويها جروبات، وبعدين يختبر اذا كان مثلا الجروب الاول مجموع رواتبه اكبر من 5000 راح يعرضه بالسلكت، اذا لا ما يعرضه. فمثلا خلينا نجربها، هذه العادية بدون الهافينج، انه select department number والسم السالري from جدول group by department number، فجاب لي كل قسم ومجموع رواتبه. اذا اردت شرط، انه الشرط انه يكون مجموع الرواتب خلينا نقول اكبر من 10000، خلينا نشوف ذولا ما يجيبهم، المفروض ما يجيبهم ذولا الاثنين، يجيب بس هذه القسم. فشلون اذا اريد احط شرط على الجروبات مو على الصفوف باستخدام الوير على الصفوف، بينما على جروبات استخدم الهافينج. والهافينج وين تجي؟ دائما ورا الجروب باي ستيتمنت. هافينج
سم السالري، سم السالري أكبر هنقول من 10,000. 10,000، المفروض ذول الاثنين ما يجون، بس العشرين تجي. اكسكيوت، فعلا بس العشرين جابها، لأنه الشرط اللي طبق على الجروبات إنه لازم تكون مجموع الرواتب أكبر من 10,000. فخلوا الهافينج، ليش ما يعني ما خلوا الوير؟ لأن الوير ما تتقبل الأجريجيت فانكشنز، يعني أنا ما أقدر أخلي أجريجيت فانكشن بالوير. فلذلك سووا الهافينج حتى تتقبل الأجريجيت فانكشنز. فإذا نحفظ إنه الوير تستخدم كشرط على الأسطر مال الجدول ككل بدون تقسيم. الهافينج تستخدم كشروط على الجروبات اللي قسمتها جملة الجروب باي. نستخدم هافينج. فترتيب الهافينج هم راح يعني دخلت عندنا بعد جملة ثانية. الهافينج دائما تكون ورا، دائما ورا الجروب باي، ما يصير قبلها. وإذا أريد أستخدم أوردر باي، فالأوردر باي إحنا قلنا من البداية هي دائما وين تكون؟ تكون بالأخير. الأوردر باي آخر شيء. إذا أريد أستخدم وير، وين يكون مكانها؟ الوير دائما يصير ورا الفرام. فهذا ترتيب السلكت راح يصير، إنه السلكت الحقول أو الفانكشنز، وراها الفرام، وراها الوير، وراها الجروب باي، بعدين الهافينج، بعدين الأوردر باي. فترتيب الإعازات مهم. فاذا هذه فد شرح بسيط عن الاجريجيت فانكشنز، وهي طبعا كلش مهمه تستخدم بكثره، لان هي بالنتيجه انه انا من يصير عندي داتابيس ضخمه وجداول كبيره راح استخدم هاي الفانكشنات الجاهزه حتى تحسب لي، بدل ما احسب يدويا هي هاي الفانكشنات تقوم بالوظيفه اللي اريدها. فاخذنا ذني اشهر انواع المالتيبل رو فانكشنز، واخذنا جملة الجروب باي اللي تستخدم ويا هاي الانواع، واذا اريد احط على الجروب باي شروط استخدم الهافينج. وان شاء الله راح ناخذ امثلة فد فيديوهات مستقلة، نسوي فد امثلة مثلا فد سؤال معقد ونكتب السلكت ستيتمنت مالته باستخدام جروب باي او فد تركيبة نسوي من الاعازات ونحلها عمليا حتى تترسخ المفاهيم ببالكم.